لا ما اقدرش على كده، سكينة تلمع فما قدرش يتكلم. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. وزي ما بقول ومش مبين بكلام، انا مش بجيب جريمة وبشرح تفاصيلها وبجيب مسبباتها، لا، انا اهم هدف عندي ان احنا نتعلم الناس دي ليه غلطت، ليه وصلت لوجود جاني ومجني عليه، ليه وصلت احيانا للاعدام. لازم نتعلم من اخطاء غيرنا يا جماعة. قبل ما اتكلم عن الجريمة دي اللي فيها خيانة وخيانة بالادلة والمستندات زي ما نقول بين الزوج والزوجة، بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحرب. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة؟ الزوج اسمه محمود والزوجة اسمها سعاد. مالها ماله محمود وماله سعاد؟ اتجوزوا قصة حب جميلة، قصة حب قبل الجواز، اتعرفوا على بعض، كانوا في الشغل مع بعض، توثقت العلاقة بينهم او ارتبطوا ببعضهم قوي، وتقدم ودخل البيت من باب. وده اللي دايما بنشجع عليه، الانسان لما يحب واحدة ما يلفش عليها من الواتس والفيس والفايبر والايمو وكام الفاضي، لا، البيت موجود والعنوان تدوه لك ورقم تليفون الاب معاها، تكلم ابوها وتدخل البيت من بابه. وده اللي عمله محمود فعلا، دخل البيت من بابه، والناس رحبوا بيه لما لقى بنته، لما لقوا ان بنتهم بتحبه وهو الولد كويس وعنده وظيفته وعنده دخله، رحبوا بيه وتم الجواز فعلا، والامور استقرت مية مية زي بنقول. واستمر الزواج وربنا رزقهم بالذرية الحسنة 16 سنة. لكن في حاجة بقى، وده من الدروس المهمة جدا اللي احنا لازم نعرفها، حاجة علميا وطبيا بيسموها أزمة منتصف العمر. ايه حكاية أزمة منتصف العمر دي؟ بيمر بيها الرجل وبتمر بيها الست، بس الرجل بيقدر ان هو يعديها لانه بيبقى ليه نزواته، لكن الست ما تقدرش تعديها بسهولة، لانها صعب جدا يكون لها نزوات في السن ده او في المرحلة دي، او حتى انها تفكر في الخيانة. فبالتالي المرحلة العمرية دي بتبقى مرحلة صعبة جدا على الراجل ومرحلة صعبة جدا على الست، وان كانت عن الست بتبقى اكتر، بتبقى حساسة جدا اتجاه جوزها. لو لقت ان جوزها ما بيضحكش زي الاول معاها، لو لقت ان جوزها مش بيلبي نداء الجسد زي الاول معاها، لو شافت اداؤه ضعيف، لو شافت ان هو ما بيعملهاش برقة، لو شافت ان هو ما بيخرجش معاها، لو سمعت منه كلمة ايه مالها القبر كده بان على وشك، ايه بقى التجاعيد اللي تحت عينيك دي، ايه شعرك ده، ايه ريحتك دي، إيه انت، بتحس ان هو خلاص ابتدى يهملها في حياته، فبتحس ان هي اصبحت عبء عليه، بتحس ان هو مش عايزها، ان هو ابتدى يبص بره. ودي اقصى شيء على المرأة، لما تحس ان هي جوزها خرجها من حياته، بقت مجرد زوجة للاولاد. يعني زوجة؟ زوجة ودي بتراعي اولادها وانا اشوف حياتي. اصعب حاجة على الست لما جوزها يعاملها زي الخدام، يتوكلوا وتشربوا وتخلي بالها من العيال، مش عايز، قاسية جدا على الست. الست عايزة دايما قدام جوزها وفي عينيه ان هي لسه الغندورة الشابة الصغيرة اللي لسه رغبة، اللي بيحبها، اللي بياخدها في حضنه، اللي بيطبطب عليها، اللي بيسمعها، اللي بيحكي لها، اللي بيعاشرها، وعن حب مش عشان لقاء روتيني علشان دي حقها ولازم تاخده، ابدا. الست بيهمها قوي ان زوجها يكون عايزها، راغبها لمتعته، لانه شايف ان هي بتكمله، مهم جدا. هنا بقى سؤال، حاسد من جوزها محمود ايه؟ على فكره محمود ده مهندس كبير قوي، هي عندها 40 سنه سعاد وهو عنده 45 سنه، لاحظت ان هو ابتدى ما بيعملهاش زي الاول. يعني تقول تعال نروح مصيف، يقول لا والله انا عندي شغله ناسب جدا. مصيف ايه؟ ما تقعدوا تحلوها بقى. طب تعال نخرج نتغدى بره في اي مطعم، لا انا هتغدى هنا، اتغدى بره احنا نسوس صداع. طب تعال نتفسح، ندخل سينما. سينما ايه يا ستي؟ ما تجيبي كل حاجه عندك على اليوتيوب وتفرج على اللي انت عايزاه، واشترك في القنوات اللي بتجيب الافلام، كبر دماغك. لقت ان هو مش عايز يخرج معاه، لقت ان هو بتلبس له وتحط له البرفن اللي هو بيحبه، وبتتغدر له وتسرح شعرها وتروح عند الكوافير، يبص لها يقول لها مش كبرتي على الكلام اللي انت عاملاه ده؟ كلمه مش كبرتي على الكلام ده كلمه اكنك بتذبحها بسكينه تلمع. يعني هي رايحه وبتتغندر وبتتبرفن وبتعمل لك ده كله، وفي الاخر تيجي تقول لها مش كبرتي على اللي انت عاملاه ده؟ انت كده ذبحتها بسكينه تلمع، قتلتها. يا اخي انت هتخسر، بقولها لكل زوج عشان يتعلم، انت هتخسر حاجه لما تقول لها ايه الجمال ده؟ ده انت صغير 30 سنه، لا ما اقدرش على كده،
يا سيدي اكدب عليها، ده احنا الكذب مباح من الزوج على الزوجة. اكدب يا اخي جميلة. هو انت هتخسر حاجة؟ هو انت هتدفع على الفلوس كلام؟ هتدفع على الفلوس هتدفع على الكلام فلوس؟ ابدا. لازم تخلي لسانك معاها حلو، عشان حتى لو بتخدمك تخدمك بنفس، تخدمك بحب، تخدمك وهي حاسة من جواها ان انت لسه فيك الرمق اتجاه. لكن في بعض الرجال يسدوا النفس، يشوف مراته في المطبخ يقول لها ما اتخنت لي كده يا اخي عيب. طب انت الكلمه دي يعني هتخليها تخس؟ انت كده بتذبحها بتكسرها. اقصى حاجه على الست لما جوزها يدخل يقول لها مالك فشولتي لك كده، اه هو ده انت بتاكلي ايه؟ ما كلنا بناكل، انت بتاكلي من ورايا، شوف جسمك عامل ازاي، مصيبه سود وماله شعرك كده بيوجع ليه وبقى رعيته وبقت عامله زي الرجال، ماله شعرك كده يا نهار اسود ومالها وشك كده، يا ساتر يا ساتر، ده انت بقيت حاجه صعبه يا اخي، انت كده بتخليها تكرهك. لازم نتعلم يا جماعه ازاي الزوج يعامل زوجته بالعكس. يعني الزوجه لو قالت لجوزها مالك تخنت ليه، مش هتفرق مع الزوج حاجه. مالك بقى وشك كله تجاعيد ليه، مش هتفرق معاه حاجه. لان الراجل الشكل والمقاومات الجسديه مش هي اللي بتقيمه، مش هي المعيار اللي نقيم به الراجل، لكن الست بنقيمها بيه، بجمال وشها، بشرتها، برشاقتها، بجسمها، بانوثتها. لكن انت لما بتطعنها في اهم حاجه عندها في كلها، جسمها وتجاعيدها وكله وشعرها. فما ينفعش تروح للكوافير وتتماكش وتجي لك انت وتقول لك هلا بالخميس، تقول لها بالخميس بلا زفت، ما تبص لنفسك المرايه، انت فاكره نفسك صغيره، انت كده بتقتلها. المهم لقيت ان هو جوزها بيعاملها معامله مش حلوه، ودايما بيتهرب من اي لقاء حتى لو لقاء روتيني تاخد فيه حقها الشرعي مش بيدولها. وفي نفس الوقت لقيت ان جوزها بيتكلم في التليفون كتير، وفي عز التلج بيقف في البلكونه يتكلم، وبيخلي التليفون الباسورد رقم سر بيغيره على طول ودايما حاضنه. فعرفت ان جوزها بيخونها، وجت مره من المرات بترد قال لها انا مسافر رايح ماموريه عمل. فقالت له مسافر فين؟ قال لها مسافر البحر الاحمر، عندي شغل هغيب 3 ايام. وهي بترتب له هدومه لقت حاطط في جيب الشنطه حبوب منشطات جنسيه في اجر. فقالت له انت مسافر لشغل؟ قال لها ايوه في شغل. قالت له ما ايه ده؟ 5 حبايات في اجر وانت قايل ان انت هتقعد 5 ايام. افهم بقى ايه حكايه انت رايح شغل ايه بالظبط؟ فقال لها لا والله ده انا كنت ناسيهم، كويس ان انت لقيتيهم، ده في الشنطه من شهر فات وكنت انا. قالت له بتضحك عليا. المهم قعد يبرر لها وزعق انت كل حاجه شكاكه وانا فاضي الكلام ده، انا مش عارف ايه، انا بخاف ربنا انا في سنه. المهم تقبلت الموضوع بس تيقنت تماما ان هو بيخونها. فضلت بقى حاطه في دماغها لازم توصل على الباسورد اللي هو الرقم السري بتاع تليفون. وبالفعل عملت نفسها نايمه وشغلت كاميرا الموبايل بتاعها وراحت مسجله الجوسة وهو عاطلها ظهرها وتهيأ له ان هي نايمه. وراح بيفتح التليفون كده، هي كانت مشغله الموبايل الكاميرا بتاعته، لقطت ايده وهو بيضرب الرقم السري. وخلته في الحمام تاني يوم وراحت فتحت الموبايل وشافت الرقم اللي هو بيتصل بيه، لقت ان هو الرقم ده متكرر كتير قوي، والاتصالات احيانا بالساعات، سواء وهو في البيت، سواء وهو في الشغل، سواء وهو في السفر بتاعه، الرقم كانت بتضرب عليه وتضرب على جوزها، لقت الرقمين على طول مشغولين. المهم هو كتب الرقم ده باسم محمود علشان لو هي فتحت الموبايل لاي سبب تقول ده بتاع واحد اسمه محمود. فقالت خلاص ده واحد اسمه محمود بيتكلم يبقى صاحبي، وانا كنت ظالمه جوزي. لكن هي قالت طب من باب العلم، طب ما رن على الرقم ده من تليفون ابني. فخدت من ابنها اسمه فؤاد، قالت له هات يا فؤاد رقم، هات الموبايل بتاعك واطلب لي الرقم ده. في حاجه اسمها تليكولر، التليكولر ده بيبين الاسم احيانا بتاع المتصل اللي انت بتتصل بيه. التليكولر طلع ان الاسم بتاع واحده اسمها سوزان. طب ازاي هو كاتب محمود؟ وازاي لما ضربت على ابنها على فالمهم جت للواد طب كمل لي الرن. فرن فبتتصل قالوا لقت واحده ست. فعرفت ان ده الرقم اللي جوزها بيضحك عليها ومسميه محمود، ده رقم عشيقته وهي دي اللي بيخونها معاه. راحت مواجهه محمود قالت له على فكره انا كلمت سوزان وعرفت، طبعا وقعته بالكلام. سوزان مين؟ سوزان اللي انت كاتبها عندك محمود. فما قدرش يتكلم والتزم الصمت، فعرفت ان كل شكوكها صح. وهو لما سافر البحر الاحمر ومعاه 5 برشامات من المنشطات كان بيخونها مع الست دي اللي هي اصبحت محمود في التليفون بتاعه.
على طول توجهت لمحكمة الأسرة وطلبت إن هي تخلع جثة بسبب خيانته. بس احنا بنتكلم بقى، هل ده دليل كامل على الخيانة؟ يعني لما نقدم نصيحة، هل دلوقتي ده تستحق إن هي تتطلق وتسيب بيتها وتسيب ولادها؟ هل الست لما تحس إن جوزها طعنها في أنوثتها وفي مكانتها في البيت معنى كده تطلب الطلاق؟ هو الدرس المهم، كل زوجة لازم تعرف إن الزوج بيمر بأزمة منتصف العمر، تسامح وتغفر ما دام ما فيش دليل في ايدها، ما شافتش حاجه بعينيها. حته بيكلم واحده في التليفون، ايه المشكله؟ يمكن زميلته، يمكن وكاتبها محمود علشان يحافظ على حساسيه العلاقه مع مراته او ما يجرحهاش، كل دي ممكن. فبالتالي لازم نفكر بالعقل يا جماعه، خراب البيوت مش بالسهل. حتى لو الست شكت، الشك ما يرتقيش لدليل كامل عشان تخرب بيتك. حافظ على بيتك ولمي جوزك معاكي علشان البيت خرابه مش بالسهل. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.